اتلتيكو مدريد برشلونه مباراه في القمه، مباراه نقولوا بلي الشوط الاول تاع فرص ضائعه، الشوط الثاني كذلك وين شفنا فرص كثيره ضائعه من جانبين، من اتلتيكو مدريد من برشلونه. يعني كانت المباراه كانت نقولوا بلي كانت شيقه، مباراه كما نسموها حنا بالعاميه لا تمل. المباراه هذه اللي شفنا كيفاش كانت، شفنا اللاعبين وين برشلونه غران كومبلي، شفنا كيفاش نقولوا بلي اتلتيكو مدريد فاني لعب بدون نقائص في التشكيله. شنا نقولوا بلي اتلتيكو مدريد وين دخل بخطه تكتيكيه تاعو، وين دائما وين يلعب امام فرق كبيره يلعب ذيك الخطه. شنا كيفاش يلعب 4-4-1 في بعض الاحيان، وين يتراجع ويلعب بالهجمات المعاكسه الخاطفه والسريعه. شنا كيفاش شحال من مره دار خطوره على برشلونه. شنا برشلونة وين نقولوا بلي برشلونة كذلك وين فانيك وين لعب خطة 4-3-3. يعني كانت المباراة كانت شيقة، مباراة ما بين زوج فرق كبار، نقولوا زوج فرق، اتلتيكو مدريد برشلونة. يعني كانت المباراة شفنا كيفاش سيموني بالتشكيلة تاعو والخطة تاعو، شفنا فيراتي اللي بالخطة تاعو كذلك. شفنا نقولوا بلي برشلونة اللي لعب مارك اندريا الحارس الذي انقذ المرمى تاعو، شفنا سيرجيو، شفنا كيفاش بيكي، شفنا يعني كانت ايفان راكيتيتش، شفنا كيفاش فارناك، شفنا كيفاش ارتور، يعني ميسي، سواريز، يعني غريزمان. يعني كانت المباراة ارتور كذلك، فيدال اللي دخل في الدقيقة 73، شفنا سامويل اللي دخل في الدقيقة 83. يعني كل مدرب شفنا كيفاش نقولوا في جان الحارس الذي انقذ المرمى تاعو، شفنا فيليبي، شفنا ماريو، شفنا ساولو، شفنا آنخيل كوريا، شفنا هيكتور، يعني كان توماس، يعني كوكي. يعني كانت المباراة الفارو موراتا، شفنا كيفاش كان الدخول تاع فيكتور، شفنا توماس، نيمار، يعني اللي دخلوا في الشوط الثاني. كل مدرب ودار الخطة تاعو، كل مدرب وعمل من اجل الفوز بهذه المباراة. يعني مباراة كانت نقولوا بلي كانت متكافئة، نقولوا كانت متكافئة لان كانت المباراة ما بين زوج فرق كبار، زوج فرق اللي عندهم كما نقولوا حنايا عندهم السمعة تاعهم في اسبانيا. يعني شفنا كيفاش كانت نروحوا وين نروحوا الاحصائيات، وين شفنا كيفاش البرشلون وين قدم شوط ثاني قوي جدا، وين نقولوا شوط قوي جدا. شفنا 63% استحواذ، 73% بالنسبه لاتلتيكو مدريد. شفنا كيفاش التمريرات 575 تمريره البرشلونه، 259 تمريره فقط الاتلتيكو. يعني اتلتيكو شفنا كيفاش ميسي في الدقيقه 86 وين يفاجئ الجميع ويسجل الهدف في الدقيقة 86. يعني شفنا كيفاش المباراة اللي كانت كبيرة، وين ميسي دائما يكون في المستوى، ميسي الذي يقدم، ميسي الذي ينقذ البارسا، ينقذ كل الجماهير تاع البارسا، يفاجئ الجميع في ملعب اتلتيكو مدريد. نقولوا يفاجئ الملعب تاع اوندي ماتري اوندي الملعب اوندي تاع اتلتيكو مدريد، وين فاجئ الجميع حتى الدقيقه 86 بعد ضغط كبير، بعد تراجع اللاعبين تاع اتلتيكو مدريد، وين شفناهم ولاو يلعبوا ب4-5-1، يعني ب5-4-1 من اجل مخادعه ريال بارسا، وين ضغط كبير وين عاشته اتلتيكو مدريد. في الاخير ميسي من بعيد يسجل الهدف في الدقيقه 86، وشفنا اتلتيكو مدريد برشلونه الدور الاسباني الدرجه الاولى الجوله 15 صحيتو.